أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدي الكرام، وأهلا بكم إلى جلسة الأعمال على الهواء مباشرة ومتابعة مفصلة لأبرز الأحداث الاقتصادية قطريا وخليجيا وعالميا بصحبة الزميلة نادين البيطار. صباح الخير نادين. صباح الخير مروان، وصباح الخير لكل المشاهدين في جلسة أعمال جديدة. بدايتنا إن شاء الله من الزيارة التي يقوم بها اليوم دولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، وتصريحاته حول أهمية الزيارة التي يقوم بها، خاصة وأنها الأولى له منذ توليه منصب رئاسة الوزراء، واصفا العلاقات بين البلدين بالوطيدة مع وجود إمكانيات كبيرة لتطوير التعاون الثنائي. اليوم لنا وقفة على العلاقة الاقتصادية التي تربط قطر باليابان على كافة الصعد. في موضوعنا الثاني، ارتفعت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 86% إلى حوالي 50 مليار دولار مقابل 27 مليار دولار في الربع المناظر من العام الماضي. تعتبر هذه أعلى قيمة للمشاريع التي تم ترسيتها على أساس ربع سنوي منذ أكثر من 5 أعوام. واليوم نبحث في أهمية هذه المشاريع وكيف ستدعم النمو الاقتصادي لدول المنطقة. صحيح. أما في قصتنا الثالثة، فقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إجراءات رادعة تضمن التزام المزودين من وكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة بمطابقة مستويات الصوت الصادرة عن السيارات والدراجات النارية لشروط ومعايير المواصفات القياسية القطرية المقررة. هذا القرار أخذ أبعادا وردود أفعال كبيرة لدى الجمهور الذين رحبوا به من جهة، فيما لاقى انتقادات من مجموعة من محبي عالم السيارات من جهة ثانية. واليوم نبحث في أسباب هذا القرار والهدف من ورائه وآلية تنفيذه. في قصتنا الرابعة ننتقل بكم إلى محطتنا اليومية، ودائما بورصة قطر متابعة لنتائج البنك التجاري ومصرف الريان عن فترة النصف الأول من العام الحالي. بالتأكيد سنكون أيضا على متابعة لافتتاحية جلسة اليوم وأداء المؤشر العام للسوق وأسعار الشركات. أما في قصتنا الأخيرة، فقد أعلنت روسيا رفضها تمديد صفقة الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي انتهت يوم أمس، وأبلغت بذلك تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. تقول روسيا إن هناك 5 مسائل مبدئية يجب حلها في تنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة، تشمل إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت، وعدم عرقلة لوجستيات النقل والتأمين، وترميم أنبوب تولياتي أوديسا في جزئه الأوكراني لتصدير الأمونيا الروسية، وأيضا تحرير أصول الشركات الزراعية الروسية المجمدة. ما هي الآثار المبدئية على أسواق الحبوب جراء هذه الخطوة؟ وكيف ستؤثر على أسعار الغذاء من جهة ثانية؟ هذا ما سنبحثه في جلسة الأعمال. إذن مروان ومشاهدينا الكرام، كل هذه المواضيع سنبحثها بإذن الله في جلسة الأعمال بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. أكد دولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان على أهمية الزيارة التي يقوم بها إلى دولة قطر هذا اليوم، خاصة وأنها الأولى له منذ توليه منصب رئاسة الوزراء، واصفا العلاقات بين البلدين بالوطيدة مع وجود إمكانيات كبيرة لتطوير التعاون الثنائي.
وقال دولة رئيس وزراء اليابان في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية إن دولة قطر تعتبر شريكا مهما لبلاده، وإنه على مدى نصف القرن الماضي طورت اليابان وقطر علاقاتهما بشكل مضطرد، ليس فقط في مجال الطاقة ولكن أيضا في مختلف القطاعات. علاقات تاريخية وطيدة تجمع دولة قطر واليابان منذ 51 عاما في مجالات عدة، اقتصادية وثقافية ودفاعية وعلمية وتكنولوجية. تم إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة قطر واليابان في العام 2006 لمناقشة المسائل الاقتصادية وقضايا الطاقة، وقد عقدت في طوكيو جلسة الحوار الاستراتيجي الثاني بين حكومتي دولة قطر واليابان في يناير الماضي، ناقشت توسيع الاستثمارات المشتركة في مجال الطاقة وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني وتعزيز التعاون الدفاعي وتعزيز الاستثمارات الخاصة وتبادل زيارات رجال الأعمال في البلدين. تتمتع العلاقات الاقتصادية ما بين اليابان وقطر بالقوة، حيث جاءت اليابان في المركز الرابع كأكبر مستورد في العالم من دولة قطر العام الماضي. بلغ حجم الصادرات إلى قطر في العام 22 حوالي 1,230,000,000 دولار، ارتفاعا من 760 مليون دولار في العام 21. أما الواردات من قطر في العام 22 فقد بلغت حوالي 13 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من حوالي 9,570,000,000 دولار في العام 21. يوجد في قطر 34 شركة يابانية، بلغ حجم تصدير أيضا السيارات اليابانية إلى قطر في العام الماضي 22 نحو 22,000 سيارة. تعتبر قطر مورد مهم للغاز الطبيعي المسال لليابان لأكثر من 25 عاما، لذلك تهدف اليابان إلى مواصلة تعاونها في هذا المجال مع قطر وتوسيع تعاونها في مجالات الطاقة المتجددة مثل الأمونيا الزرقاء والهيدروجين والمنتجات الثانوية لمعالجة الغاز الطبيعي. مزيد من التفاصيل نشرك معنا السيد عبد الله الخاطر، الدكتور عبد الله الخاطر المحلل الاقتصادي. مرحبا بك دكتور، كيف تنظر إلى العلاقات القطرية اليابانية وتطورها اللافت على مدار 5 عقود بانتقالها من علاقات تعاون إلى شراكة استراتيجية متينة في مختلف القطاعات؟ طلع لهم الياسر وهم أول فعليا ركبت موتورسيكلات. على مدى عقود بدت الحقيقة من علاقات صداقة وعلاقات ألفة إلى علاقات تعاون إلى علاقات أيضا تجارية وشركات تجارية ثم إلى علاقات استراتيجية، واليوم احنا نتحول طبعا مع هذا الدعم من كلا القيادتين من كلا الدولتين لمستوى العلاقة الشاملة. طبعا المرحلة هذه مرحلة حساسة على المستوى الدولي والعالمي والمنطقة في حال سيولة للتغيرات في النظام العالمي والدولي، واليابان بطبيعة الحال تبحث عن موضع يمكنها من الاستمرار أيضا في علاقاتها الطيبة في علاقاتها المتنوعة والتي تطورت خلال الأعوام الماضية. قطر أيضا الحقيقة كسبت الكثير من هذه العلاقة من طبعا الشراكات الأولية مثل مصنع الحديد والصلب، وإلى أي مدى كان هذا له دور الحقيقة في تحريك أيضا القطاع الصناعي بشكل عام، ولكن أيضا كان هناك شراكات كبيرة ومتنوعة من الطاقة البديلة إلى أيضا الريل إلى مختلف القطاعات، وما زالت هذه العلاقة تنمو، هناك مستوى من الثقة المتبادل عميق، وكانت قطر أيضا حاضرة أيضا في الجوانب الإنسانية حيث أيضا في زلزال 2011 كانت حاضرة أيضا بالدعم الإنساني في أكثر من 100 مليون دولار، ولذلك هذه العلاقة أكثر الآن من مجرد علاقة مصالح إلى مستوى المستوى الإنساني العميق.
طبعا بالنسبة لقطر هناك الرؤية 2030 وما بعدها، تأتي طبعا اليابان في هذا الجانب، قد يكون هناك أيضا الآن أيضا اللافت أنه يمكن دخلنا في مرحلة تحالفات بالنسبة للشراكة والاستثمار القطري الياباني، وهذه حالة متفردة الحقيقة، خاصة إذا أقبلنا اليوم على الجانب الطاقة الغاز وعلاقاتنا مثلا بالجزائر والاستثمار بالجزائر ومختلف دول العالم. إذن أيضا الحليف الياباني راح يكون أيضا داعم لرؤيتنا، داعم للاستثمارات، داعم أيضا لمنظومة التنمية. علاقة قطر باليابان علاقة أيضا نموذجية الحقيقة، خاصة بالنسبة للمنطقة والعالم، علاقة دعم، علاقة الكل رابح، ولذلك هذه العلاقات اللي نحتاجها الآن وفي المستقبل. نعم دكتور، اليابان هي رابع أكبر مستورد في العالم من دولة قطر العام الماضي، ما هي أسباب ارتفاع حجم الصادرات اليابانية إلى دولة قطر والعكس أيضا؟ طبعا مثل ما قلنا هذه علاقة الحقيقة يعني على 2022 بلغت أكثر من 50 سنة، فهذا المستوى العميق والمتنوع واللي تطور وتدرج خلال الأعوام والعقود الماضية واللي بني على نجاحات، بطبيعة الحال هناك استمرار لهذه العلاقة، خاصة أنه الاقتصاد العالمي في حالة تطور وحالة تحول، نتكلم عن الطاقة البديلة، نتكلم عن تنويع الاقتصاد، تنويع الموارد، نتكلم أيضا بالنسبة للذكاء الآلي إلى الروبوتكس، فهذه كلها الحقيقة مرشحة أيضا للتنويع، ومثل ما قلنا أيضا التحالفات أيضا هذا راح يكون فضاء كبير أيضا لكلا البلدين، ولذلك هذه العلاقة جدا أساسية بالنسبة لليابان. طبعا تريد أن تؤمن مصدر الطاقة الأساس بالنسبة لها، ومصدر وخاصة بالنسبة تأمين أيضا اقتصادها وتأمين مكانها في المنطقة، ولذلك نرى هذه الزيارات. قطر حاضرة أيضا، وحاضرة من خلال رؤية قطر خاصة في الانطلاقة القادمة بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة في الجوانب البحث، في جوانب التعليم، في جوانب أيضا التقدم التقني، واليابان تملك هذا الجانب من التقنيات، من طبعا الشرائح إلى الروبوتكس، وهي ثاني دولة تعتبر خاصة بالنسبة للروبوتات بعد الصين، ولذلك هذا أيضا جزء مهم. الذكاء الآلي أيضا جزء مهم، وهذه بنى أساسية، أيضا اليابان مستثمر أساسي، ولذلك هناك أيضا قدرة على بناء تحالفات أساسية ومهمة بالنسبة لدولة قطر ولليابان. نعم دكتور، كيف ساعدت برأيك جلسة الحوار الاستراتيجي ما بين حكومتي البلدين والتي عقدت في يناير الماضي على توسيع الاستثمارات المشتركة في مجال الطاقة وتعزيز الاستثمارات الخاصة ما بين قطر واليابان؟ نحن اليوم في حديثنا هذا الحقيقة نقطف ثمار مثل هذا التواصل، لأنه في نهاية الموضوع، في نهاية الأمر الحقيقة، القدرة على التواصل، القدرة على الحوار، القدرة على إيجاد الفرص، على إيجاد أيضا مساحات للتفاهم من أجل بناء إيجاد أيضا ما هي الفرص، ما هي الإمكانات، ما هي أيضا التفاهمات، أيضا إعطاء صورة عن مدى تطور العلاقات، وهذا كله يسمح بعملية البناء، خاصة بالنسبة لعلاقات دولتين تعتبر اليوم كبيرتين في قطاع الطاقة، في علاقاتهم بالداخل، في علاقاتهم أيضا الدولية، لأنه أيضا هناك مستوى من التشابك على المستوى الدولي مهم بالنسبة أيضا لقطر، وخاصة بالنسبة لآسيا والقدرة قطر على الحراك السياسي والدبلوماسي والوساطات، أيضا اليابان داعمة لأنه هناك أيضا مستوى من هذا التفاهم. إذن هذه اللقاءات إذا كانت على المستوى اللجان أو على أيضا مستوى القمة أساسية لدعم وتعزيز هذه العلاقات واستمرارها، تنويعها وتطويرها خلال كل مرحلة من المراحل، وخاصة المهم الحقيقة بالنسبة لنا جميع المرحلة القادمة. نعم دكتور، سوق السيارات أيضا هو سوق عريق وواسع، وقطر تستورد من السيارات اليابانية حسب الأرقام أكثر من 22 ألف سيارة في العام الماضي
كيف ترى هذا النمو أيضا في سوق هام جدا بالنسبة للمستهلكين في قطر وللمصنعين في اليابان؟ كما يعلم الجميع الحقيقة جودة السيارات أيضا موائمتها للبيئة، موائمتها أيضا لحاجة المستهلك. نرى مدى الإقبال على الصناعة اليابانية لمستوى الثقة في المنتج الياباني، في الالتزام الياباني، في أيضا الثقافة اليابانية، ولذلك هذا الجانب كان داعم الحقيقة للاقتصاد الياباني في حال التصدير، وأيضا داعم للاقتصاد المحلي في حال الاستيراد، لأنه يدعم جزء أساسي ومهم بالنسبة لحاجة المستهلك. واستمرار هذا الدعم طبعا يوفر للمستهلك ما يحتاجه من خاصة بالنسبة لقدرته على الحراك وقدرته أيضا على الحصول على المنتج اللي يرضيه، بدل ما يكون مضطر لمنتجات قد لا تفي بحاجته. لذلك المنتج الياباني ما زال قائم على مستوى متقدم، لكن المرحلة القادمة جدا أساسية بأيضا دخول السيارات الكهربائية، البطاريات وما شابه. لذلك هل باستطاعة قطر اليوم واليابان بناء علاقة لتوقع المستقبل وتوقع التغييرات والتحولات القادمة خاصة في قطاع السيارات، في قطاع البطاريات والطاقة البديلة؟ هذا جدا أساسي ومهم بالنسبة لكلا الدولتين. تعتبر دولة قطر اليوم مصدر مهم للغاز الطبيعي المسال لليابان لأكثر من ربع قرن. كيف تنظر إلى حجم الواردات اليابانية من الغاز الطبيعي المسال، والتي بلغ أكثر من حجمها 2,800,000 طن متري في العام 22؟ هذا السؤال المهم الحقيقة، لأنه يأتي في مدى أهمية قطر بالنسبة للسوق، بالنسبة لقطاع الطاقة، وبالنسبة للاقتصاد الياباني، إذا كان خاصة إذا الكل يذكر 2011 والزلزال. هذا كان الحقيقة ضربة قاصمة لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية، ولذلك وقوع الجزيرة اليابانية على هذا الانشقاق يحدث كثير من الزلازل. هذا يعني أنه لابد، ولذلك عند حاجة الاقتصاد الياباني لمستويات من الطاقة عالية، قطر كانت حاضرة، كانت مثل ما قلنا حاضرة في الجانب الإنساني، ولكن أيضا كانت حاضرة في جانب الطاقة، وزودت الاقتصاد الياباني بشحنات إضافية في تلك الفترة، وهذا كان أمن الحقيقة الاقتصاد الياباني بدل الدخول في إما ركود أو في تراجع كبير. ولذلك اليوم هذا الجانب أصبح اعتماد طبعا اليابان على مصدر الطاقة النظيفة، وخاصة الطاقة النظيفة بالنسبة لليابان وهي تهتم في هذا الجانب، ولكن أيضا للإحلال بدل خاصة ما تم إخراجه من محطات طاقة نووية في تلك الفترة. ولذلك أصبح اليابان جدا جدا حساس بالنسبة للطاقة النووية، ولذلك قطر تأتي هنا لتكون داعمة بشكل حقيقة عميق، ولذلك نرى مدى أهمية هذه العلاقات ومحوريتها بالنسبة لكلا الدولتين. نعم دكتور عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. ارتفعت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من هذا العام
بنسبة 86% إلى حوالي 50 مليار دولار مقابل 27 مليار دولار في الربع المناظر من العام الماضي. وحسب تقرير لوحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، يؤكد الارتفاع عزم دول المجلس على تحقيق أهداف التنوع، ويعتبر ذلك من المؤشرات الهامة التي تؤكد قوة وصلابة اقتصادات المنطقة. وتعتبر هذه أعلى قيمة للمشاريع التي تم ترسيتها على أساس الربع سنوي منذ أكثر من 5 أعوام. إذن قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي ترتفع في الربع الثاني من هذا العام، ما يؤكد عزم دول المجلس على تحقيق أهداف التنوع، ويعتبر ذلك من المؤشرات المهمة التي تؤكد قوة وصلابة اقتصادات المنطقة حسب تقرير لوحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار. وقد ارتفعت قيمة المشاريع في الفترة المذكورة بنسبة 86% تقريبا إلى قرابة 50 مليار دولار مقابل 27 مليار و700 مليون دولار في الربع المناظر من العام الماضي، واقتصت المملكة العربية السعودية ب 49% من تلك المشاريع. في قطر بلغت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2023 10 مليارات و362 مليون دولار مقابل أكثر من مليار دولار في الربع الثاني من العام الماضي، لتسجل نموا بنحو 10 مرات. في المملكة العربية السعودية أيضا سجلت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها نموا بنسبة 33.7% خلال هذا الربع، لتصل إلى قرابة 24.5 مليار دولار مقابل 18 مليار و300 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022. بالمقارنة أيضا قفزت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في الإمارات بنسبة 127% لتصل إلى 12 مليار و200 مليون دولار طبعا خلال هذا الربع. كما زادت قيمة العقود الممنوحة في دولة الكويت من 922 مليون دولار في الربع الثاني من عام الماضي إلى 1.3 مليار دولار بالربع نفسه من العام الحالي، لتسجل بذلك ثاني أعلى قيمة للمشاريع التي تم ترسيتها على مدار 6 فترات ربع السنوية الماضية. وقد استحوذت المملكة العربية السعودية وحدها على أكثر من 49% من قيمة العقود المسندة على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من هذا العام، بينما مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعة 94.5% تقريبا من إجمالي قيمة المشاريع في المنطقة. ويعزى نمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها في السعودية خلال هذا الربع من العام الجاري بصفة رئيسية إلى الارتفاع المستمر لعدد عقود مشروع نيوم التي تمت ترسيتها خلال الربع طبعا الثاني من العام الماضي، البلغ قيمتها 13 مليار و600 مليون دولار طبعا نتحدث عن هذا العام، متجاوزة القيمة الإجمالية للعقود المسندة في العاصمة السعودية الرياض وإمارة دبي، والتي بلغت بدورها 11 مليار دولار و9 مليارات و300 مليون دولار على التوالي، أيضا مشاريع في إمارة دبي. أما على صعيد القطاعي فقد شهد قطاع الغاز أكبر زيادة في قيمة المشاريع المسندة خلال العام بنمو قدره 10 مليارات و300 مليون دولار على أساس سنوي، لتصل إلى 11 مليار و900 مليون دولار خلال الربع الثاني من هذا العام. وقد شهدت 6 من أصل 8 قطاعات نموا سنويا للقيمة الإجمالية للمشاريع التي تم ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2023. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا السيد علي العنزي محلل الأسواق المالية من دولة الكويت. إذن صباح الخير سيد علي، ما هي قراءتك لارتفاع قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من هذا العام؟
صباح الخير نادين، السادة المشاهدين الكرام. لا شك أن هناك ارتفاع كبير كما تفضلتي، وهذا يشير إلى الحقيقة الجدية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي دائما ما نتحدث بها في دول مجلس التعاون الخليجي. مع كل تراجع لأسعار النفط، تراجع لأسعار النفط كان عام 2016 كان قاسي جدا ودون مبررات كبيرة، قد يكون تراجع في وقت كورونا 2020 بسبب الجائحة، ولكن منذ عام 2016 رأينا خطط في دول مجلس التعاون لإصلاحات اقتصادية، محاولة تنوع الاقتصادي، محاولة أيضا أن يكون هناك تنمية بعيدا عن النمو الذي المرتبط دائما بأسعار النفط والتي تتحكم بها أيضا الأسواق العالمية والظروف العالمية. بالتالي جاء هذا الارتفاع في الإنفاق الاستثماري خلال الربع الماضي، أيضا دعم من ارتفاعات أسعار النفط خلال العام الماضي، مما ولد أيضا إما خفض العجوزات في بعض الدول الخليجية أو أنه كانت هناك أيضا فوائض مالية. ودائما في حالة ارتفاع أسعار أيضا الطاقة تكون هناك أيضا مشاريع جديدة وأيضا استثمارات جديدة في الطاقة، دائما ما تلحق أي ارتفاع، في بعكس عملية التراجع في أسعار الطاقة في عملية الاستثمار تتراجع أيضا الاستثمارات. إذا حقيقة مجموعة من العوامل خلقت هذه الأموال الهائلة للإنفاق في دول مجلس التعاون، لعلها تسير في تنفيذ خططها. كل دولة منها لديها خطة خمسية أو عشرية، رؤية المملكة 2030، الكويت 2035، هناك رؤى أيضا في الإمارات وقطر وأيضا عمان والبحرين قد تكون بنسب أقل. سيد علي، ما هي الدلالات الاقتصادية أو المؤشر الذي يحمله رقم 50 مليار دولار قيمة المشاريع المسندة في الخليج تحديدا؟ حقيقة يشير إلى اهتمام دول مجلس التعاون بالإنفاق الاستثماري ناهيك عن الدول عن الإنفاق الاستهلاكي. دول مجلس التعاون كانت سابقا تعتبر دول ريعية تنفق استهلاكيا بنسب كبيرة جدا، الآن نرى هذا التحول، نرى هذا محاولة التطور في الاستثمار في البنى التحتية بشكل كبير في قطاعات الصحة والتعليم وأيضا قطاعات نشك الطاقة بما أنها مورد مهم وأيضا مرتكز مهم للاقتصاد. أيضا هذا الرقم هو يبين أن الدول سائرة في تنفيذ الخطط بإذن الله إلى محاولة التخفيف من الاعتماد على الإيرادات النفطية وهو مهم جدا. أيضا قد يكون هناك استثمارات أيضا أجنبية، كان هناك عملية جذب استثمار أجنبي بعد أن بدأت هذه المشاريع على السطح، بدأت أيضا الخطط والإصلاحات واضحة للمستثمر الأجنبي، تكون أيضا بعض هذه الأموال نتيجة أيضا استثمارات أجنبية ولقاية جذب استثمارات أجنبية جديدة في المنطقة. نعم. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، برأيك ما هي أسباب أيضا تصدر السعودية واستحواذها على أكثر من 49% من قيمة العقود المسندة، وذلك طبعا على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي؟ نادين، طبيعي جدا أن تكون المملكة بهذا الحجم، أن تستحوذ هذه النسبة بهذا الحجم من إجمالي ما أنفق في دول مجلس التعاون. اقتصاد المملكة من G20، من اقتصادات العشرين الأكبر بالعالم، بالتالي معظم الدول الخليجية دول صغيرة والإنفاق يجب أن يكون بحدود أيضا استيعاب هذه الدول بحدود أحجام هذه الاقتصاديات. اقتصاد المملكة متنوع كبير، مساحة جغرافية كبيرة، عدد سكان أيضا كبير، إذن نتحدث عن 30 مليون نسمة. في دول بقية دول مجلس التعاون قد يكون الرقم أيضا 30 مليون مجتمعة أو حتى أقل من 30 مليون نسمة مجتمعة. إذن أعتقد أنه أيضا السبب الرئيسي أيضا حجم الاقتصاد وأيضا الطموحات في رؤية 2030 والمدن الجديدة
كنيوم، وهناك أربع مدن داخل نيوم أيضا طموحة جدا. بالتالي رأينا هذا التدفق للاستثمارات، وأيضا الإيرادات في المملكة العربية السعودية إيرادات كبيرة جدا مقارنة مع الإيرادات في دول مجلس التعاون، طبعا بسبب الإنتاج الكبير والضخم من النفط حوالي 10 مليون برميل، وبأسعار العام الماضي كانت أيضا تدفقات نقدية هائلة في المملكة العربية السعودية. اللهم إن شاء الله يديمها على المملكة وبقية دول مجلس التعاون بهذا الأداء وأفضل. نعم، بالنسبة لقطاع الغاز أيضا شهد أكبر زيادة في قيمة المشاريع المسندة خلال العام بنمو قدره 10 مليارات و300 مليون دولار على أساس سنوي، ما يعني ذلك؟ حقيقة توجه إلى منتجات طاقة صديقة للبيئة. الغاز من المنتجات صديقة للبيئة أفضل من الإنتاج النفط، لذلك كانت هناك حاجة لأيضا التوسع في استثمار الغاز. كذلك قد تكون الاستثمارات النفطية قد بلغت يعني ذروة خلال فترات ماضية، بالتالي الآن الحاجة إلى استثمار صديق للبيئة، وكثير أيضا من الدول الآن حقيقة تضع بعض العراقيل على أي منتجات غير صديقة للبيئة، لذلك هناك ثروات طبيعية غير إلى الآن غير يعني منتجة، لذلك يبدو لي أن التوجه إلى الغاز بصورة أكبر خلال الفترات القادمة أيضا. نشكر السيد علي العنزي محلل الأسواق المالية، كنت معنا مباشرة من الكويت. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إجراءات رادعة تضمن التزام المزودين من وكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة بمطابقة مستويات الصوت الصادرة عن السيارات والدراجات النارية لشروط ومعايير المواصفات القياسية القطرية المقررة، ووفقا للتعميم رقم 3 لسنة 23 الصادر عن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بالوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، فإن العقوبات التي حددها التعميم الجديد تشمل غرامة مالية لا تزيد عن 1,000,000 ريال أو الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وإغلاقا إداريا لمدة لا تزيد عن 3 أشهر. وأوضحت الوزارة أنه ينبغي ألا يتعدى مستوى الصوت في السيارة أو الدراجة النارية الحدود الموضحة بالمواصفة لوحدة ديسيبل، سواء لذات المحرك محرك البنزين أو الديزل عندما تختبر السيارة وهي متحركة، علما أن مخالفة المستويات المقررة للصوت تعد مخالفة صريحة لأحكام المواد 5 و 6 و 13 من القانون رقم 8 للعام 2008 بشأن حماية المستهلك. إلى جانب ذلك، أوضحت الوزارة الإجراءات التي ينبغي على المزودين ووكلاء السيارات المعنيين اتخاذها لتصويب أوضاعهم، بما في ذلك إيقاف بيع قطع الغيار المسببة لتضخيم وتكبير الصوت في السيارات والدراجات النارية والتي ينتج عنها تلوث ضوضائي، والعمل على استدعاء السيارات التي تم تركيب قطع الغيار المسببة لتضخيم وتكبير الصوت لها وتعديل وتصويب أوضاعها، وذلك بإزالة قطع الغيار المخالفة للمواصفات القياسية المقررة في دولة قطر. على صعيد متصل، سيتم منح وكلاء السيارات والدراجات النارية ومراكز الصيانة التابعة لها بالإضافة إلى جميع مراكز الصيانة الأخرى مهلة تتراوح من شهر إلى 60 يوما من تاريخ صدور التعميم لتصويب أوضاعها.
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو السيد عبد الله الحجاج الخبير في قطاع السيارات والدراجات. صباح الخير. صباح. سيد عبد الله، ما هي أهداف هذا أولا القرار وحيثيات صدوره؟ شوف، أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، القرار يعني جاي يمكن مفاجئ لكثير من الشركات في قطر أو أصحاب المحلات. القانون يعني مفروض يرجع إلى يعني له أبعاد كثيرة، له طرق طبعا لتصويب هذا القرار وتفعيله. مثل ما شفت يعني ردة فعل الشارع كانت يعني مجملها كان في الاصطدام يعني بالقانون. ما حد عارف مثلا كيف يوصل للقانون هذا وشنو هو فعليا نسبة علو الصوت. يمكن طلعنا على بعض القوانين، منها قانون 1624 GSO اللي هو هيئة المواصفات الخليجية أو التقييس الخليجية. ولكن هناك طبعا أبعاد أكثر من هذه، منها طبعا هذه بخصوص نسبة الضجيج في السيارات وهي متحركة أو الدراجات النارية، ولكن في حيث طبعا موقف الثبوت وكذا. طبعا أثارها كبيرة على السوق القطري، خصوصا أن هناك يعني في محلات أو شركات توفر القطع هذه كأسباب يعني لتعديل السيارات، مو بالتالي يكون الاشتراط أن لزيادة علو الصوت أكثر من ما هي تكون لزيادة القدرة الحصانية. وهذا طبعا حق مشروع لكل مواطن أو كل شخص يعني موجود في دول الخليج، إذا احنا راح نتبع طبعا التشريعات أو التقييسات الخليجية GSO 1624. والناس ما أقول لك يعني في أمور كثيرة، منها طبعا تأثيرها في السوق القطري، كون كتصويبها مثلا في فترة أنا أشوفها تعتبر جدا قليلة، خصوصا يعني كشركات في قطر لها سنين طويلة تقدم الخدمات هذه. وإذا كان طبعا في بعض السيارات، في بعض السيارات يكون يعني لها يعني صوتها أوريدي يكون متعدي النسبة المطروحة اللي هي متوافق عليها تحت وكالة حماية البيئة العالمية EPA، هي 85 إلى 95. طبعا يكون طريقة الفحص بزاوية 45 درجة، وعلوها يكون من علو عادم السيارة أو الدراجة، ويكون طبعا بالتالي ارفاع يعني عزم دوران المحرك ما يقارب تقريبا 2000 دورة إلى 3000 دورة، ويأخذ من هذا طبعا ثلاث قياسات بحيث أنه يعطون نسبة الإجمالي لنسبة الدي بي وهي وحدة قياس علو الصوت. بناء عليها يعني من سيكون المطبق لهذا القانون، كون أنه طبعا يتم المنع في فترة مثل هذه. في بعض الشركات اعتمادها الكلي في قطر، ولها تصريح يعني أصدر من جهات وزارية رسمية في البلد بأنه يقوم بتصنيع العوادم والأمور هذه. فأتوقع أن إحنا محتاجين أكثر من أو أنه يكون يعني متوفر القانون أكثر لأصحاب الشركات ولأصحاب المحلات، سواء يعني بكل مستوياتها في الدولة، لأن هذا لها تأثير طبعا اقتصادي ضخم في الدولة، وبالعكس إحنا نبحث طيب الازدهار. سأتي إلى التأثيرات، لكن قبل ذلك دعنا نفصل ما بين السيارات والدراجات. ويبدو إنه القرار يعني يأتي لأسباب، أولها الضوضاء والأصوات المزعجة التي تصدر عن العديد من الدراجات النارية والتي تزعج الجمهور والناس، هذا من جهة. أضف إلى ذلك أيضا هناك بعد بيئي في مسألة وضع المعايير الخليجية والعالمية وتطبيقها على العوادم سواء في الدراجات أو حتى في السيارات. ألا تعتقد أنه وصلنا إلى مرحلة فعلا هناك في الأماكن السياحية، في الأماكن العامة، هناك تصرفات وهناك أيضا ضجيج عالي جدا مزعج للناس، للرواد الشواطئ في منطقة الكورنيش مثلا، في المناطق السياحية في اللؤلؤة في لوسيل؟ أستاذ مروان، هو طبعا أكيد شوف يعني كقانون نسبة 85 دي بي ترى هي نسبة عالية، كنسبة ضجيج تعتبر عالية. يعني لو أشرح لك إياه، لو تفجر مثلا بلونة هذه تقريبا علو صوتها 85 دي بي. لكن إذا احنا نتكلم على أماكن سياحية وفيها إزعاج، نعم، ولكن هذا ممكن يكون تصرف فردي، فبالتالي هو مش يعني الخطأ مش قانوني وتشريعي،
هو يكون فردي وممكن تطبيق مخالفات على تطبيق المخالفات يعني ما شاء الله احنا في بلد يعني ما شاء الله بتوفر فيه جميع سبل الرقابة وعدد الدوريات فيكون الضبط أكثر. بالعكس أنا أشوف في ناس يعني مثلا كون أنا في المجال هذا مركب إكزوز ونعم هو لتضخيم الصوت أو زيادة القدرة الحصانية أكثر من ما هو نقول تضخيم أو تفخيم للصوت، ولكن في ناس تصرف شخصي فردي يقوم أنه شل الدب مثلا أو شل العادم أو نص العادم الأخير فيسبب إزعاج، هذا شيء طبيعي طبعا، هذا تصرف شخصي ما ينفع طبعا احنا ننزل على قانون يعم الجميع، لان يعني الافراد وكلهم مثلا انا ممكن اخذ السياره واستخدمها لغرض مثلا تحفيز والتلاعب او ممكن استخدمها في اغراض غير شرعيه مثل السرقه، يعني معظم انت تشوف السرقات اللي تحصل في العالم تكون على دراجات ناريه بحكم سهوله تنقلها وتخفيها بين السيارات والدراجات او المباني. ف أنا أشوف هذا الموضوع هو تطبيقاً يعني للقانون، ويوم إحنا يعني اشتركنا إحنا كدراجين أو أصحاب سيارات بحملات توعوية مع الإدارة العامة للمرور مشكورين طبعاً، بحيث أن إحنا نصوب بنحاول أن ننشر ثقافة أكثر من ناحية الإزعاج، والإزعاج هذا يعني شيء محفوف في ديننا إحنا، يعني أن إزعاج الغير هذا يعني عرف معروف أن لا ما ينفع أن إحنا مثلاً نتعامل فيها ونزعج الآخرين، يعني لا هي من طبيعتنا ولا هو من ديننا، ولكن التصرفات الفردية هذه موجودة، ولكن ما يصلح أن احنا مثلا نعممها على الجميع وخصوصا إذا كان لها أبعاد نفس ما أقول لك تأثيرية ضخمة في المجال. طيب هل تعتقد بأنه يعني هذا الإجراء كان لابد لربما من تفصيله بشكل أكثر من الجهات التي قامت ب إصدار هذا القانون؟ نتحدث اليوم عن يعني هناك سيارات تأتي من مصنعها، سيارات ألمانية إيطالية مكلفة جدا، هذه السيارات تأتي بأصوات معينة بإكزوست معين إذا جاز التعبير. اليوم هناك حديث أنه طلب منهم حتى تعديل هذه طلب من الوكلاء أتحدث تعديل هذه المواصفات بالنسبة للسيارات الجديدة، كيف ستتعامل الوكالات مع هكذا أمر؟ شوف أستاذ مروان، يعني صحيح في سيارات أنا أقول لك تخرج يمكن من باب المصنع صوتها أعلى من المطلوب، طبعا السيارات هذه تجي يعني سيارات الرياضية خصوصا يعني بالدرجات العالية اللي احنا نسميها سوبر كار في المرحلة، عندك طبعا فالف الكترونيك هو مثل ما تقول بوابات موجوده داخل عادم السياره، لان السيارات هذه يعني لها قدرات حصانيه عاليه، فما ينفع ان احنا نضغط محركها عن طريق العادم، ممكن يكون لها تبعات اكثر، منها طبعا الكربون. يعني شوف نسبه الضجيج شيء والتلوث البيئي شيء ثاني، هو كلها يضم تحت مسمى التلوث، ولكن في تلوث ضجيج، في تلوث بيئي من ناحية اللي هو أول أكسيد الكربون والنوكس والسوكس الـ SOX، فهذه كلها حتى البريك ممكن يسبب ضجيج وممكن يسبب لك آثار بيئية. لكنك بتصوب ما في سيارات تدخل الخليج إلا وتمر على هيئة التقيس الخليجية ويصدر لها تصريح، حيث تباع اليوم داخل الدو أو داخل منطقة الخليج تكون بشهادة من الجي اس او، او يكون لها جي اس او كود لو مثلا رجعنا للجماعة اللي موجودين في الجمارك او كذا، ما تدخل الدولة ولا تفعل ولا ترخص الا يكون لها جي اس كود. فهذه الامور موجودة، نعم في سيارات يكون لها صوت اعلى منها الفراري واللامبورغيني، وما بيذكر يعني انا ما حد على الوكالات هذه، بالعكس وسيارات ثانية يعني وحتى الدراجات النارية بالتالي نفس النظام، ولكن انت يعني كتصويب الامور هذه ما في حل، سوقنا احنا يظل سوق يعني صغير مقارنه بالسوق العالمي، صعب ان احنا نطلب مثلا من شركات عالميه ان تصنع ستاندر خاص جدا فينا احنا، احنا تقريبا نمشي على نفس السيستم العالمي للاي بي اي والجي اس او، هو ستاندر عالمي معروف محد من اللي هي هيئة حماية البيئة EPA. يعني أنا ما أشوف أن في أي تغيير، مجرد يعني بعض الأرقام ديسبل أقل ديسبل أكثر في بعض الجهات، ولكن كل سيارة تباع كل دراجة تباع لها شهادة تصدر منها طبعا الكراش تيست اللي هو الحادث تقرير الحادث لها
وأمور كثيرة طبعاً. أتوقع إذا ما خاب ظني ما زال يطبق في السعودية أو يرخص عن طريق السعودية، المملكة العربية السعودية جي اس او يعني يصدر من هناك الشهايد هذه. ما في حل يعني، صعب ان هم راح يغيرون. احنا مثل السوق الصيني او السوق الامريكي سوق جدا ضخم اللي الشركات يعني تتقاتل بحيث انها توفر استندر فعلا يكون خاص فينا احنا او بعلو معين. ما هي طيب آلية الفحص لهذه السيارات او مستوى الضوضاء؟ كيف سيتم الامر؟ شوف عالميا في كذا طريقه للفحص. اتحدث هنا في قطر. في قطر لحد الان انا ما شفت يعني، انت احنا لو نقول احنا نذهب الى الفحص الفني اليوم ممكن في اجهزه قياس كربون وفي امور هذه، ولكن ما زال الموضوع انا اشوفه جدا مستجد. عالميا يفحص نفس ما قلت لك انه يثبت ميكروفون يكون معاير وعياره يكون على 114 ديسيبل ويوضع بزاوية 45 درجة تقريبا مسافة 20 انش او اللي هي 500 سنتيمتر او نص متر، بحيث انه يتم تشغيل السيارة. طبعا السيارة لازم تترك فترة لما توصل مرحلة اللي احنا نسميها درجة حرارة التفعيل او operation temperature. بعدها يرفع RPM السيارة الى تقريبا 2000 RPM ويحدد الاجمالي للصوت. اذا في بعض السيارات تدر لها قزوز من جهة اليمين ومن جهة اليسار، بعضها يكون وسطي في السيارة باتجاه الخلف، فنفس النظام طبعا. يعني اللي يقوم بتوفير طبعا نسبة الضجيج في الحركة هذه تكون اكثر مصنعية من هي تكون اخطاء قانونية. يعني قانونيا في نسب الثانية مثلا في بعض دول الخليج إذا يتم فحص مثلا السيارة أو الدراجة فيكون مثلا يوقفون الدراجة ويبعدون عنها مسافة تقريبا 5 أمتار إلى 6 أمتار ويشوفون علو صوت الدراجة، ونفس الشيء يرفع الـ RPM تقريبا أو عزم دوران المحرك لتقريبا 2000 دورة ويتم على ذلك يعني قياس علو الصوت، مراعاة طبعا أنه ما يكون في مكان مغلق، ما تكون نسبة ضجيج الهواء ممكن يكون اليوم هذا عال علوه يعني عالي من ناحية الهواء، فهذا يقلل من نسبة الدي بي إلى 10%. طيب هناك طبعا توجيهات كانت من وزارة التجارة والصناعة في يعني كتب أرسلت إلى وكلاء السيارات بأنه يتم استدعاء جميع السيارات التي تم تركيب لها عوادم تحمل أصوات. السؤال اليوم وحالة الإرباك الآن الحاصلة لدى الكثير من الوكلاء بأن يطلب سيارات لدى العملاء ليتم تغيير العوادم في هذه السيارات، ولاحظ أن هناك سيارات يفوق سعرها المليون ريال، فانظر إلى كم سعر هذه الوحدة تحديدا. من سيتحمل هذه الكلفة؟ هذا من جهة، وكيف سيتم استدعاء سيارات ويعني إزالة أجزاء رئيسية منها بالنسبة لأصحاب هذه السيارات؟ هو طبيعي يعني أنا ما أشوف من يعني هو جدا صعب أن إحنا نقوم بالتصويب بالطريقة هذه، يعني أنا لا أراه هو الحل المناسب. ويمكن لو تسأل الشركات بالإجماع خصوصا في شركات يعني تكلفة عوادمها يفوق يمكن سعر 50,000 و60,000، لأن تدري في بعضها يكون مصنوع من مواد نفيسة مثل البلاتينيوم وغيره اللي هي دبات البيئة اللي احنا نسميها أو كنداسة البيئة في جي اس او. صعب يكون التصويب بالطريقة هذه. ممكن الزبون أو العميل اللي شرى من عندك السيارة هو شاريها اللي هدف أنه لها الصوت الجميل هذا، راح تاخذ وقت طويل وراح تكلف تكاليف، يعني بتكون لها تداعيات انا اشوف انها ما يعني ما لها اي سبب انها تكون موجوده. ممكن الشخص يقول لك انا بشتكي على الشركه، انا اطلب تعويض مادي، انا شريت السياره بحيث انها تكون بالطريقه الفلانيه. الناس بتجي تقول لك والله انا جيت القانون توه مطبق شلون تطبق علي. يعني في راح تثير يعني راي في الشارع بيكون او راي عام. نعم. ظننا ان احنا في غنى عنه. انا ما اشوف اي اشكاليه، لله الحمد في البلد بلد امن وامان. نعم هناك بعض الاشخاص يعني بتصرفات شخصيه سواء من اصحاب السيارات او الدراجات، يعني احنا نشوفه تصرف طفولي او تصرف يعني شاذ مقارنه بالمجمل الموجود. بالعكس احنا كلنا اليوم نطلع البلد معروف في اماكن سياحيه واضحه،
ويمكن أنا وأنت والناس المستمعين يعني يزورون الأماكن هذه، يعني من وين ما وين تسمع واحد جاء وسبب إزعاج أو كذا. وفعليا هي شوف يعني الإزعاج مو شرط أنه لازم تكون السيارة أو الدراجة عليها عادم مضخم للصوت، وفعليا قانونيا أنت لو تسبب إزعاج حتى مثلا عن طريق إطلاق الهرن أو تقطيع في السيارة، هذا كله يعد مصدر إزعاج وعليه مخالفة صريحة وقانونية في قانوننا القطري. لاحظ أيضا أنه هناك حديث اليوم أيضا عن أنه هناك شركات اليوم قائمة لمستثمرين قطريين يستوردوا العوادم السيارات، منها للصوت ومنها أيضا لزيادة القدرة الحصانية للسيارات. فاليوم هناك حديث أنه المدة لا تكفي حتى لمن طلب شحنات من وكلاء خارج دولة قطر، فهذا لربما أيضا يكبدهم خسائر. يعني أنا شخصيا أعرف كذا شخص توه يعني داخل في المجال، ويعني أنا أقول لك من تقريبا فترة أسبوعين إحنا نبارك له مبروك على يعني مشروعك الجديد، ومشروعه كان في أمور يعني له تعديل عوادم السيارات وكذا، وبالعكس وهو لا ستندر. شوف معظم الدبات مضخمة الصوت حتى تباع عالميا تكون نسبتها ما تتعدى 95%، في أغلب الحالات 85%، ولكن القليل منها يكون 95%. يمكن تسمع بمصطلح يقول لك والله هذه الدبة غير مسموح أنها تباع مثلا في ولاية كاليفورنيا في أمريكا، أو يقول لك هذه والله 52 ستيت ليجل مش 46 ستيت ليجل، اللي هي طبعا أنها تكون مرخصة أنها تباع في هذه الولايات أو ما تباع في هذه الولايات. هو يكون لسبب طبعا بيئي، وأكثر من ما هو سبب الضجيج يكون نسبة الكربون وبنسبة الضجيج يعني بالدرجة الثانية. شوف يعني نعم لها تأثير اقتصادي ضخم أكيد. إحنا إذا السوق اليوم قاعد يتوجه لتعديل مثلا سيارات الرباعية، تعرف إحنا بلد اليوم يستهدف رياضة القنص، رياضة الصيد، هذه أمور يعني ثقافية موجودة في بلدنا. يعني في فترة من الفترات تم تمنيع مثلا إطار البالون، وتم التراجع عن هذا القرار وصار يعني يباع موجود اليوم في البلد، بحيث أنه تم يعني بالعكس إحنا ليش ما نستعين بخبراء موجودين في البلد، بحيث أن إحنا ممكن نطلق. شوف الكل أتوقع يؤيد أن إحنا نصدر قوانين، ولكن جدا مهم أن إحنا ناخذ رأي طبعا أصحاب الشركات، هذول هم اعتماد واقتصاد البلد من الناحية هذه، فليش لا إحنا نتعاون ونجيب خبراء. يعني المحاكم عندنا اليوم في قطر تستعين يقول لك بخبير مالي وغيره، بحيث أن نصوب القانون أو نصوب القرار بالطريقة الصحيحة. يعني نتمنى يعني إحنا ونحث أن هذا الشيء يصير. السوق قاعد يتجه باتجاه ناس ما أقول لك تعديل السيارات للقناص والأمور هذه، فجأة ينزل قرار ممنوع. إذن أنت مثلا تضخيم تواير أو عجلات المركبة ترى يسبب ضجيج، يعني أنت ممكن تسوق سيارة بإطار حجري صوتها راح يكون أعلى من أنك لو سايقة على إطار مثلا لاستخدام الطرق المعبدة فقط. وهذا معروف، يعني أنت ممكن تشوف سيارتين من نفس الوكالة ولكن هذه يكون عليها تعديل أفرود وهذه يكون تعديلها أنرود، فالسيارات اللي هي بتكون غير مخصصة للطرق المعبدة أفرود نسبة الضجيج فيها أعلى، مش لأن عليها دبة، لا لأن إطارها أكبر، فبحكم حجم الإطار أكبر نسبة الاحتكاك أعلى فالصوت يكون أعلى. علو السيارة عن الأرض ممكن يسبب صوت. أنا أقول لك أنت ممكن تكون جالس تركض على الكرنيش ويمر من جانبك باص، يعني باص تابع للدولة عن طريق المواصلات، ممكن يسبب لك ضجة بسبب تحريكه للهواء ضخامته تحد أنه هو يسوي هذا الصوت. طيب بالنسبة سؤالي الأخير بالنسبة للدراجات النارية مختلفة، يعني في هناك دراجات نارية نتحدث عن نوع هو الطاغي اليوم في العالم، هارلي ديفيدسون مثلا، هي تأتي بأصوات مرتفعة من مصانعها دون ما أي تزويد. بالنسبة للدراجات الأخرى نعم من الممكن العمل مراقبة معينة كنترول معين على هذه الدراجات، لكن نتحدث عن أنواع كثيرة من الدراجات اليوم هي أصلا تأتي بهذه الأصوات. كيف سيتم، هل تعتبر ضمن القانون أيضا وسيتم تطبيق القانون عليها؟ بناء على القرار اللي احنا شفناه ايضا نعم موجود، اللي هو كان اظن قانون الجي اس او اي سي اي. شوف الدراجات يعني بانواعها هذا تفصيلها اصلا جدا متشعب، يعني اذا مثل ما تفضلت دراجات الهارلي، دراجات الهارلي يعني
تتصف بميزة هي والدوكاتي، إنها إحنا نسميها دراجات ثنائية السلندر، يعني V twin موتور أو محرك ثنائي السلندر، V عن طريقة حرف V بالإنجليزية. فالدراجات هذه لها نبرة صوت معينة تميزها عن باقي الدراجات، منها الهارلي منها الدوكاتي تسمع لها صوت غريب، وفي اللي هي الانلاين فور، يعني اللي هي سلندرات أو اسطوانات محرك تكون بالطريقة مستقيمة يسمونها لاين فور أو ستريت فور، هذه لها أصوات أخرى، يعني في بعضها يكون على الار بي ام أو عزم دوران القليل أوطى أو أعلى، مثلا الفي توين على الار بي ام الواطي راح تسمع صوتها أقل، ولكن محركات اللاين راح تسمع لها هاي بيتش أو صوت أعلى على الضغط العالي. طبعا في الدراجات يتم التحديد بناء على حجم السي سي، أنت لما تتكلم في دراجة هارلي، دراجة هارلي سعة محركها من 1800 لل 2000 سي سي، يعني بحجم محرك سيارة، بس الناس يظن يعني هو بس بالمنظر يعني أو بالشكل، أو والله المحرك صغير، نعم المحرك حجميا صغير ولكن البساتن أو العزم كبير. الدراجات الثانية الرياضية طبعا نفس ما قلت لك، فهي تحدد بالسي سي، تحدد بعدد السلندرات، نوع استخدامها، يعني انت مثلا في دراجات انا اقول لك قانونيا المفروض ما تمشي على الطرق السريعة، ال 125 سي سي هذه مش مخصصة لطرق عامة مثل الهايوي، يعني على طرق سريعة تعد يعني مشكلة انها ما توصل سرعة مثلا 120 او 100، يعني سرعة الشارع ما تقدر توصلها، 100 يمكن أقصى سرعة لها، فيعني واضح فلها واضح. يعني جدا من الأمور هذه القانونية. أشكرك جزيل الشكر السيد عبد الله الحجاج الخبير في قطاع السيارات والدراجات، شكرا جزيلا لك. بكم اللحظة مشاهدة الكرام إلى بورصة قطر وكذلك أحدث الأخبار المتعلقة بالشركات المدرجة. أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة من 23 إلى 26 يوم أمس. كما أعلنت شركة أريدو عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية النصف سنوية للعام 23، وذلك يوم الثالث من الشهر القادم. متابعة للنتائج المالية، أظهرت القوائم المالية نمو أرباح البنك التجاري القطري في الربع الثاني من العام الحالي هامشيا بنحو 97% بما دعم النتائج النصفية. بلغت أرباح التجاري في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 من يونيو حزيران السابق 803 ملايين ريال مقابل 795 مليون ريال في الربع الثاني من العام 22. وحقق البنك في النصف الأول من العام الحالي ربحا بنحو 1,550 مليون ريال مقارنة بمليار و 430 مليون ريال في الستة أشهر الأولى من العام السابق بنمو سنوي بلغ 8.5%. كما بلغت ربحية السهم 37 درهما في النصف الأول من العام الحالي مقابل ربحية السهم 34 درهما لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وكشفت البيانات ارتفاع الأرباح التشغيلية في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 7% سنويا عند 2,110 ملايين ريال، وبلغت نسبة كفاية رأس المال القوية 16%، ووصل إجمالي موجودات البنك إلى 160 مليار و800 مليون ريال بانخفاض 8.8%. كما بلغت قيمة القروض والسلف للعملاء في النصف الأول من العام الحالي حوالي 90 مليار ريال بانخفاض سنوي قدره 11.7%، ووصلت ودائع العملاء إلى 76 مليار و100 مليون ريال بتراجع بنسبة 15%. أيضا
بالنسبة لنتائج مصرف الريان، فقد تراجعت أرباح الريان في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 26% على أساس سنوي، بما ضغط على النتائج النصفية وفق القوائم المالية المعلنة. سجل مصرف الريان في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 من يونيو حزيران الماضي ربحا بقيمة 379 مليون ريال مقابل 512 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2022، وحقق ربحا في النصف الأول من العام الحالي بقيمة 764 مليون ريال بتراجع بنسبة 24% عن مستواه في الستة أشهر الأولى من العام السابق البالغ حوالي مليار ريال. يذكر أن أرباح الريان انخفضت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 21% عند 385 مليون ريال مقابل أرباح بقيمة 487 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. تفاصيل أوفى نشرك معنا السيد وليد الفقهاء المحلل المالي. مرحبا بك سيد وليد، نبدأ بالبنك التجاري ومتابعتك للنتائج المحققة للبنك مع العائد على السهم. صباح الخير أستاذ مروان وصباح الخير للسادة المشاهدين. حقيقة يعني نتائج مصرف أو البنك التجاري جاءت يعني وفق التوقعات، الذي استمر البنك اليوم في تحقيق نفس مستويات النمو المتوقعة بنمو وصل إلى 8% تقريبا عند النتائج الستة أشهر الأولى. بتصور البنك اليوم حافظ على مستوياته وعلى أداء التشغيلي بالحفاظ على مستويات الإيرادات التشغيلية. اليوم التأثير التضخم عالي الشدة، كما نعلم أن البنك يوجد لديه امتدادات في تركيا لم تؤثر بشكل كبير على أداء البنك وعلى نتائجه بشكل كبير. انعكست نتائج أعمال الشركات الزميلة بشكل جيد على نتائج البنك. اليوم حافظ البنك على مستويات من نسب القروض المتعثرة بنسب جيدة اليوم، كذلك نسبة كفاية رأس المال عند 16% فوق مستويات المطلوبة في بازل 3 وكذلك متطلبات مصرف قطر المركزي. اليوم على جميع يعني الأصعدة البنك استفاد بشكل كبير من بيئة رفع أسعار الفوائد وزادت إيرادات التشغيل لديه، بالإضافة لأنه البنك اليوم ركز على في قوائم المالية شهدنا تركيز على تحسن الاسترداد وتحسن جودة القروض والتحصيل للبنك، فبالتالي هذا ما انعكس على زيادة إيرادات التشغيلية بالرغم من الحفاظ على مستويات القروض وكذلك الودائع والأصول. البنك استمرت في نفس المستويات، فبالتالي استفادت بشكل كبير من بيئة إعادة تخصيص الأصول، وكذلك حسب المتوقع انه يعني البنك يعني يستمر في هذا الاداء، خصوصا انه يوجد يعني تفاؤل بشكل كبير من قبل المستثمرين في اداء البنك التجاري، وشهدنا في الفتره الاخيره دخول من قبل المحافظ الاجنبيه والمحافظ الخليجيه على البنك التجاري، فبالتالي اتصور انه هذه النتائج يعني انسجمت مع اداء السهم وكذلك انسجمت مع اداء وتوقعات المساهمين. نعم. التراجع الحاصل في أرباح الريان مصرف الريان كانت متوقعة؟ حقيقة كانت متوقعة يعني نتائج الريان، يعني الريان ما زال اليوم يعني يضغط عليه مسألة القروض المتعثرة لديه وكذلك بعض تبعيات الاندماج الأخير، فبالتالي اليوم التوقعات كانت يعني التقديرات تتحدث عن 28% من انخفاض بنسبة صافي الأرباح، ولكن جاءت أفضل بانخفاض 24%. اليوم الضغط الذي يعني البنك يعني كما شاهدنا وكما يعني تابعنا في نتائجه أعطى أولوية لجودة محفظته وأعطى أولوية لجودة المخاطر لديه ورقابة المخاطر لديه، فبالتالي اليوم انعكست على أدائه. اليوم البنك اليوم نوعا ما حافظ على أدائه التشغيلي، حافظ على نسبة هامش صافي الفوائد لديه، ولكن اليوم جاءت هناك النفقات التشغيلية للبنك اليوم ضغطت عليه. اليوم ارتفعت نسبة التكلفة
إلى الدخل لدى البنك إلى مستويات 26%. كذلك اليوم نسبة القروض المتعثرة اليوم لديه وصلت إلى مستويات تفوق 6%. اليوم يحاول البنك بشكل كبير تعزيز جدارته الائتمانية، تعزيز جودة أصول للمحفظة لديه. اليوم القروض بالدرجة الثانية والدرجة الثالثة ما زالت يعني جيدة اليوم، يعني ويتعامل معها البنك ويقوم بأخذ مخصصات ويقوم بأخذ يعني مخصصات استباقية لدعم محفظته الائتمانية. نعم. طيب، طبعا كل الشكر لك سيد وليد الفقهاء المحلل المالي على هذه المعلومات. مشاهدي الكرام، المزيد من الملفات الاقتصادية نتابعها مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. في موضوعنا الأخير، أعلنت روسيا رفضها تمديد صفقة الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي انتهت أمس، وأبلغت بذلك تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. وتقول روسيا أن هناك 5 مسائل مبدئية يجب حلها في تنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة، تشمل إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت، وعدم عرقلة لوجستيات النقل والتأمين، ترميم أنبوب التوليتياتي أوديسا في جزئه الأوكراني لتصدير الأمونيا الروسية، وتحرير أصول الشركات الزراعية الروسية المجمدة. وشهدت مدينة اسطنبول التركية في 22 من يوليو من العام الماضي توقيع اتفاقية مبادرة شحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية بين كل من روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة. ونصت الاتفاقية على تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود شرق أوروبا، ما يسمح بتصدير ما يقرب من 25 مليون طن من الذرة والقمح وحبوب أخرى لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي لاحت في الأفق بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا. في هذه اللحظات ينضم إلينا من جنيف السيد ناصر زهير، رئيس قسم الاقتصاد السياسي بمعهد جنيف للدراسات. إذا سيد ناصر، ماذا يعني إنهاء روسيا لاتفاق الحبوب، وهل برأيك ستعاود أسعار الغذاء الارتفاع مجددا؟ نعم، صباح الخير، تحياتي للجميع. يعني بالتأكيد إلغاء هذا الاتفاق أو تعليق هذا الاتفاق مبدئيا أو تعليق تمديده يعني بأننا سندخل في أزمة أو بوادر أزمة غذاء عالمية قادمة إذا لم يتم التوصل إلى أي تسوية. ارتفاع أسعار الغذاء أعتقد بأنه سيبدأ في الفترة القادمة، ولكن سيكون مرهون في أي تقدم في المفاوضات مع روسيا، بمعنى أنه كما حدث في السيناريو السابق قبل أشهر عندما تم ارتفعت الأسعار الغذاء بشكل كبير، وعندما تم الاتفاق عادت الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية. نفس الأمر قد يحدث الآن، ولذلك المشكلة الآن هي في إطار العودة إلى استخدام الغذاء كسلاح في الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا ما تخشى منه الأمم المتحدة. الأمر لا يتعلق في شروط روسية بقدر ما يتعلق في، دعنا نقول، التطورات الجيوسياسية في الصراع بين روسيا وأوكرانيا ومسألة إرسال الأسلحة وقمة الناتو وبعدها القرار الذي اتخذته روسيا. ولذلك هم يخشون من هذا الإطار، بمعنى حتى لو تم التفاوض على الشروط الخمسة التي طلبتها روسيا قد نعود نفس الأمر إلى تعليق الاتفاق مرة أخرى، ولذلك يجب الوصول إلى آلية حل نهائي حتى لا ندخل في بوادر أزمة غذاء عالمية حقيقية وليس تحذيرات فقط. نعم، كيف أيضا سيؤثر هذا القرار
الروسي على أسواق النفط برأيك؟ سيكون هناك تأثيرات دعنا نقول محدودة على أسواق النفط بالنسبة للقرار الروسي، لأن بدأ مثل هذا الصراع أو دعنا نقول تعليق مثل هذا الاتفاق سيعني بأن مسألة النفط أيضا ستكون في حالة فوضى فيما يتعلق في الصادرات الروسية وإمكانية فرض عقوبات مرة أخرى خاصة على النفط الروسي، ليس المسعر $60 فقط بل قد تكون العقوبات أكبر في الفترة القادمة، ولذلك قد نرى تأثيرات ولكن محدودة على أسواق النفط، ليست بالتأثيرات الكبيرة التي يمكن أن تحدث هزة في أسواق الطاقة العالمية. رئاسة المجلس الأوروبي أيضا تقول أن قرار روسيا بإنهاء اتفاق الحبوب سيعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر، كيف سيكون هذا الخطر برأيك؟ هذا الخطر هو بانقطاع الإمدادات القادمة من أوكرانيا فيما يتعلق في الحبوب، نقص دعنا نقول الصادرات التي تذهب إلى الدول الأكثر فقرا والتي تحاول الأمم المتحدة الآن تأمين أزمات الغذاء العالمية، خاصة فيما يتعلق في أزمات السودان على سبيل المثال، فيما يتعلق في أزمات أفريقيا، سواء ما يتعلق في كثير من البلدان التي كانت تعتمد بشكل كبير على واردات القمح أو الحبوب الأوكرانية، خاصة أنها في بعد تمديد الاتفاق بأكثر من مرة حدث هناك حالة من الاطمئنان ولم يتم البحث بشكل كبير عن بوادر أو دعنا نقول عن خيارات أخرى أو بدائل عن القمح الأوكراني. أيضا خرج قرار من الهند بتعليق صادرات الأرز بشكل محدود أو بشكل مؤقت، أيضا هذا القرار نوعا ما أحدث هزة في أسواق الغذاء العالمية، يعني بمعنى لا يمكن الاعتماد على موارد أخرى أو موردين آخرين غير الحبوب الأوكرانية، ولذلك أصبحنا الآن في هذه الأزمة التي تحذر منها الأمم المتحدة. روسيا أيضا تقول أنها ستبحث مسألة العودة لاتفاق الحبوب عندما ترى النتائج على أرض الواقع وليس وعود، ما هي النتائج برأيك التي تريد روسيا أن تراها وما هي الوعود التي لا يتم الوفاء بها في نظر موسكو؟ بالنسبة لروسيا هي تتعلق في أولا الوعود في رفع العقوبات عن الموانئ الروسية التي تصدر الحبوب، ما يتعلق أيضا في مسألة رفع العقوبات عن الشركات الزراعية الروسية، إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت، هذا مطلب جديد ولكن هي طالبت فيه في السابق، وبالتالي هي تقول بأن كل هذه الوعود دعنا نقول حصلت عليها في السابق ولم تتحقق أو لم يحدث فيها تطور إيجابي، وبالتالي أعتقد بأن روسيا لن تتراجع عن قرارها إلا بتنفيذ 3 من هذه الوعود، ما يتعلق برفع العقوبات عن الصادرات والواردات الزراعية، تحرير أصول الشركات الزراعية، وما يتعلق في إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت. هذه الشروط الأساسية هي التي تريد روسيا الآن أن تراها على أرض الواقع، وهي محاولة نوعا ما للحصول على أكبر قدر من المكاسب في حالة فوضى عدم تبديل الاتفاق. ولكن المشكلة كما تحدثنا في البداية أن مسؤولي الأمم المتحدة والمسؤولين الأوروبيين يخشون بأنه حتى لو تم تنفيذ هذه الوعود أو هذه الشروط الروسية قد نعود مرة أخرى إلى نفس السيناريو وعدم تبديل الاتفاق من قبل روسيا. طيب سيد ناصر، هل تتوقع أن يكون هناك أيضا تصعيد على خلفية هذا القرار؟ نتحدث عن عقوبات جديدة على روسيا مثلا، وما تداعيات ذلك أيضا على الاقتصاد العالمي؟ في البداية لا أتوقع تصعيد، يعني سيكون لدينا أيام أو أسابيع من التفاوض، يعني فرض عقوبات جديدة على روسيا هذا يعني بأن الموقف سيكون معقد أكثر وبأن إمكانية تمديد اتفاق الحبوب مرة أخرى ستكون شبه معدومة، ولا أحد يريد الوصول إلى هذا السيناريو. ولكن في النهاية إذا بقيت روسيا على هذا الموقف سنعود إلى حرب العقوبات مرة أخرى، ولكن هذه المرة ستكون عقوبات قاسية. تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، أعتقد بأن الاقتصاد العالمي تلقى الضربة الكبرى من تأثيرات النزاع الروسي الغربي حول أوكرانيا، ولكن المشكلة ستكون إذا ما تم تجميد هذا الاتفاق بشكل دائم، سنرى ارتفاع بأرقام التضخم التي حاولت البنوك المركزية بشكل كبير للغاية خفضها في الفترة القادمة، ارتفاع أسعار الغذاء عالميا سيعني بأن أسعار التضخم ستعود للارتفاع مرة أخرى، ما يتعلق في عجلة النمو الاقتصادي العالمي ستكون أيضا مهددة بعدم تحقيق الأرقام المطلوبة، ولذلك سنعود إلى بوادر أزمة الاقتصاد العالمي. لا نتحدث فقط عن تمديد اتفاق الحبوب هنا، أتحدث عن شراسة المعركة الاقتصادية التي هدأت بين روسيا والغرب في الفترة الماضية. السيد ناصر زهير، رئيس قسم الاقتصاد السياسي بمعهد جنيف للدراسات، كنت معنا مباشرة من جنيف، شكرا جزيلا.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية جلسة الأعمال لهذا الصباح. ملفات عديدة ومختلفة سنتابعها مع إياكم يوم غد بإذن الله تعالى. طبعا كل الشكر لكم على حسن المتابعة مني ومن فريق العمل. نحييكم وإلى اللقاء.